ضيفنا دلوقتي في السادسه من خلال طبعا الفيديو كونفرنس واحد من العظماء السبعه اللي حققوا لقب السوبر المصري مع النادي الاهلي، وكان اعتقد اول سوبر، مستر توني اوليفيرا المدير الفني طبعا السابق للنادي الاهلي، وطبعا صاحب تجارب مهمه جدا، كان مدرب بنفيكا البرتغالي واشبيليه الاسباني في السابق. نرحب بيه بدايه طبعا ونشكره على مشاركته معنا في السادسه، واهلا وسهلا بيك مره ثانيه بس المره دي على شاشه النادي الاهلي. Eu queria só ouvir os fãs do Alali e dizer que é um prazer. أنا أحب أقول لكم إن دي حاجة جميلة جدا وده شرف ليا جدا إن أنا أبقى متواصل معاكم، إن حد السبع علامات قوية جدا معايا سواء من الأهلي، كان فترة قصيرة جدا لكن كانت مؤثرة جدا. والحقيقة بداية فترة توهج فيها الأهلي على كل المستويات وحقق فيها نجاحات كبيرة جدا، يمكن ال 20 سنة الأخيرة تحديدا، واللي بدأت ال 20 سنة دي يمكن في وجودك في قيادة النادي الأهلي، حقق الأهلي الحقيقة نجاحات على مستوى القاري وعلى المستوى المحلي بالتأكيد وعلى المستوى الدولي كبيرة جدا. خليني أبدأ معاك بأهم ذكرياتك، إيه اللي تفتكره عن المرحلة أو الفترة اللي أنت قضيتها في النادي الأهلي، وأهم النجوم اللي أنت ما تقدرش تنساهم ولعبوا تحت قيادتك طبعا؟ الوقت اللي أنا قضيته في أهلي ما كانش الأحسن موسم في الأهلي، لكن ممكن نقول إن كان في جزء الأهم جه بعد كده، جه بعد ما أبو تريكة وصل لمصر للفريق الأهلي، وطبعا ده كان نفسي إن أنا أقابله في الوقت دهوت، والتانيين كان في آخرين برضو اللي ظهروا في نفس الوقت في السنة القادمة بعد ما سبت الأهلي. بس أنا فاكر بس حاجة كانت فاكرة وقت معين، أول حاجة اللي هو أول كاس من ناحية الأهلي، كان في ماتش كان في كان الملعب كان مليان، وكان الماتش كان 0-0 في الأول، بس بعد كده احنا كسبنا الماتش دهوت، كان ضربة جزاء والهدري كان موجود، أحسن من أحسن الأسامي اللي ظهرت في الفريق المصري مش بس في الأهلي، وده شرف جدا لمصر، وكان الكاس ده حاجة مهمة جدا. في أسامي أخرى برضو اللي أنا أفتكرهم، بس أنا أحب أقول برضو إن في سنين فقط مع ناس شهور سابقة كان حصل، بس إن في حاجات مؤثرات برضو أخرى برضو مع فرق نجوم أخرى، مع جمعة مثلا وفي قطر. أنا فاكر برضو شوقي اللي هو كان في الوسط الملعب، وكان في برضو واحد برضو جديد تاب، أنا مش فاكر اسمه بس بحاول أفتكره، بس يعني أنت بتتكلم حوالي 20 سنة فاتوا. طيب خليني أروح لمشوار الأهلي، يعني هل أنت بتتابع أخبار الأهلي، بتتابع مشاركته، إنجازاته على المستوى الأفريقي، تتويجه بأكتر في أكتر من نسخة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مشاركته في كأس العالم، فوزه على أندية كبيرة جدا عالمية زي بالميراس البرازيلي، زي الهلال السعودي، زي مونتيري المكسيكي، هل أنت متابع مشوار النادي الأهلي وإزاي بتشوف المحطات والإنجازات اللي حققها الأهلي في السنوات الأخيرة؟ انا بتابع بس النتائج عشان في نفس الوقت الموضوع مش سهل ان اقعد اتابع كل الماتشات، وبالنسبه لاخر سنوات كانت موضوع مختلف بالنسبه لي، وطبعا اشوف بتابع طبعا برضو اشوف الماتشات مع الفرق الاخرى زي الزمالك، وشفت مصر برضو بشكل عام، وكان طبعا كاس أنا بحاول أشوف برضو أي طريقة إن أنا أتابع أشوف برضو النتائج في الآخر، وبشوف إن الأهلي برضو على مستوى زي الأهلي أو الزمالك بشوفهم يلعبوا، أنا ما عنديش الإمكانية إني أتابع ماتشات باستمرار، بس أنا بشوف النتائج بس والتحاليل النهائية بس، وبشوف برضو الفرق التانية اللي بره مصر، وأحسن في ليفربول إحنا بنتابع صلاح. طيب خليني اروح للمدرسه البرتغاليه، لانه يبدو انه ال 20 سنه الاخيره دول كان واضح ان في انسجام تكيف من الانديه والمنتخبات المصريه مع الاداره الفنيه البرتغاليه، شفنا اكثر من اسم حضر لمصر
توني اوليفيرا واحد منهم، مانويل جوزي، فينجادا، فيريرا، كارلوس كيروش، واخيرا روي فيتوريا، سواء مع طبعا انديه او مع منتخبات. تقييمك عموما، وخليني ابتدي بالمنتخب الحقيقه، تقييمك وانطباعاتك عن الفتره اللي تولى فيها كارلوس كيروش المسؤوليه، ورايك في المدير الفني الحالي للمنتخب المصري الوطني روي فيتوريا. أنا بتهيألي إن مصر عملت الاختيار الصح السليم، إن طبعا عندها خبرة دلوقتي في الاستمرار مع المدربين المختلفين ومع البرتغاليين اللي هم بيشوفوا الجزء اللي هو الشامل من ناحية الكرة الأفريقية. في فرق برضه قوية جدا بمنتهى الاستمرار، ولازم نبص على الرؤية بشكل عام، إن شمال أفريقيا برضو زي مصر، في الجزائر وفي تونس وفي المغرب برضو فرق قوية، ولاحقة الجزء الثاني بتاع القارة الأفريقية ما نقدرش ننسى نيجيريا وأوغندا والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار، كل الفرق دهيات برضو لها تأثير مختلف برضو في الكورة، وواسع من ناحية الشمل في الكورة، ان برضه الشامل من ناحيه. طبعا هوي فيتوريا عنده هدف مهم جدا وموضوع مش سهل طبعا، ان هو يقدر يسيطر في ناحيه الاستقرار النفسي والجسدي في الماتشات، ان هو يقدر يستحمل من ناحيه الروح الشمال. انا ما اعتقدش ان هو سوف يواجه اي مشاكل، لكن هو باستمراره واصراره ممكن يوصل، بس مش عارف ارد بس بالحته دهيت. طيب خليني اروح معاك عشان وقتنا، لملف تاني برضو في منتهى الاهميه، وانت كنت مدرب سابق طبعا لبنفيكا البرتغالي، والانديه البرتغاليه سواء كنت بتكلم على بورتو او على بنفيكا نجحوا في التاهل من مجموعاتهم يعني في دوري الابطال. هل بتشوف في النسخه دي من دوري الابطال في نادي برتغالي قادر يعمل مفاجاه، قادر يروح لبعيد، قال يوصل للمباراه النهائيه او يحقق لقب، سواء كنت بتكلم على بورتو او بنفيكا؟ في المباريات الاوروبيه طبعا الموضوع ممكن يوصل، الهدف الاساسي يوصل للفرق اللي عندهم امكانيات، مش بس كلاعيبه، لازم برضو امكانيات ماديه، لان يعني الكلام ده يقدر يوصل في النص الوسط الملاعب في النص البطوله، التاثير بيبدا يبان. وطبعا البرتغال برضو هنحاول نشوف برضو ناحيه اللي ممكن يبقى فيه استمرار، ان بالنسبه للبرتغال ليها 13 فريق في موضوع في الشامبيونز، بس بالنسبه لفريق لدوله صغيره زي البرتغال، في طبعا اهم حاجه بنفيكا وبورتو وسبورتنج، طبعا في فرق اقوى في الاستمرار على مرحلة أبعد. أنا بتهيألي إن السنة دي ممكن نشوف المباراة القادمة أو في البطولة نفسها بشكل عام، ممكن نتكلم لسه ما شفناش بحاجة لسه واضحة بشكل استمرار، وفي طبعا ملاعب لعيبة أبعد في مرحلة مختلفة، وفي براجة برضو إنه إحنا نتكلم في الحتة ديت، نحاول نشوف اللي يقدر يوصل للاحتمالات إن هي توصل للنهاية. عشان كده أنا بقول إنه حوالي تلت المباريات اللي في الشامبيونز، بنفيكا ممكن نشوف بكرة اليوم الأربعاء القادم، نحاول نشوف لو يقدر يوصل على المركز الاولاني عشان يقدر يلعب مع باريس سان جيرمان. وطبعا مراحل القادمه احنا نشوف ونستنى الانتظار بتاع البرفورمانس الطريقه بتاعتهم. قبل كاس العالم مهم جدا اكلمك عن نجوم او عن نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ازاي بتشوف بدايه الموسم ليه مع مانشستر يونايتد، وهل انت مع بقائه او تفضل رحيله عن الاولد ترافورد؟ كريستيانو رونالدو أثر في الكرة البرتغالية والكرة العالمية برضو، وأكثر من 10 سنين هو وميسي طبعا مقسموا مع بعض الفترة دهيت،
يعني كانوا اثنين لعيبة طبعا يعني الاثنين برضو مستمرين طبعا ان هو على المستوى الاي كلاس. بس بالنسبة لكريستيانو رونالدو انا ممكن اقول ان definir o seu o timing para pôr para terminar a sua carreira. أنا مش عارف أحدد بالضبط يعني إمتى، بس هو طبعا قرب ينتهي على فترة المرحلة بتاعته في كلاعب أو طبعا المرحلة القادمة طبعا يبص إن هو يبقى مدرب وطبعا هو لكن الفترة المتبقية ليه في الملاعب، هل أنت بتفضل إنه يكمل في مانشستر يونايتد ولا بتشوف إنه الأفضل ليه إنه يرحل عن المان يونايتد؟ القصة في المتبقي ليه في الملاعب، هل بتشوف انه يعني مع توتر العلاقة في بداية الموسم مع تراجع مستوى كريستيانو رونالدو مع توتر علاقته بتين هاج، هل بتشوف انه افضل لرونالدو انه يبقى في اليونايتد ويحاول ان هو يستعيد مستواه مره ثانيه، ولا الافضل انه يرحل لنادي ممكن تبقى عنده فرصه اكبر في المشاركه معاه والتالق معاه مره ثانيه؟ بالنسبه لي انا شخصيا احب ان هو كريستيانو رونالدو يكون حدد، هو يحدد امتى يعني كان المفروض هو كان يشوف رؤيه قبل ما هو يقرر اي اتجاهات اخرى بالنسبه للبدايه او الفتره المرحله، ان ده شيء جميل كل المرحله اللي عدت من خلال اعمار مختلفه وعمره في السنين اللي فاتت بالنسبه للكره البرتغاليه. وبالنسبة لنا هو طبعا هنا ممثل قوي جدا مؤثر على الشعب البرتغالي وبالنسبة للشباب. أنا بتهيألي إن هو لازم يختار لو هو يكمل في الفترة أو هو يقرر إن هو ينهي في مانشستر يونايتد أو في نادي أخر. سؤالي الأخير خليني أروح لملف كأس العالم، وإحنا على بعد أيام من بدايته ونجوم المنتخب البرتغالي الكبار سي ار 7 برونو فرنانديز برناردو سيلفا وغيرهم روبن دياس طبعا وغيرهم من النجوم، هل بتشوف عندهم القدره على الوصول للتتويج باللقب وطموحاتك او رؤيتك لامكانات المنتخب البرتغالي قبل المشاركه في كاس العالم؟ البرتغال البرتغال طبعا من الفرق المرشحه لكاس العالم بالنسبه لامريكا الناحيه الجنوبيه، البرازيل والارجنتين، والاوروبا برضه بتتحدد البرتغال من المرشحين، لكن في اسبانيا وفي فرق اخرى طبعا ممكن احدد هولندا، في فرق كثيره يعني. توني أوليفيرا طبعا المدير الفني السابق للنادي الأهلي والبنفيكا والإشبيلية، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة.